سلام، تحية لجميع المتابعين وجميع المشاهدين وجميع متابعي قناة رشيد كازا. ما تنساوش لايك وما تنساوش ديسلايك. أو فالموضوع اللي بغيت نتناقش فيه وبغيت نهضر عليه هو موضوع يعني ديال ترويج الأخبار. يعني هناك من يروج في أخبار كاذبة للأسف، سواء كان خبر رياضي أو خبر كيتعلق بالصحة او خبر سياسي او خبر رياء او خبر يعني علمي او خبر يعني اجتماعي. صراحة هي اخبار خاطئة وكيروج فيها الانسان. انا ما تعرفش شنو هي المصادر اللي تعتمد عليها الانسان في ترويج خبر معين. احيانا كيتعلق بصحة مواطن، احيانا كيتعلق بمصير فريق، احيانا بمصير هيئة سياسية. ما نورمال ان واحد كيروج اخبار من اجل جو سي با واش لايك ولا وبيان ديسلايك ولا من اجل تعليق او شيء من هذا القبيل. فقط لا يهمه هو مصداقية الخبر بقدر ما تهمه يعني قناته وتعاليق ولي لايك ولي زابوني اكسيتيرا، لكن لا يهمه مصير فريق ومصير صحة هذا الشخص أو هيئة سياسية أو هيئة علمية أو هيئة ما عرفتش كيفاش. سي فغي القناة موجودة من أجل التواصل، من أجل تبادل المعلومات والإفادة والاستفادة، ليس إلى هدم أشياء، هدم مؤسسات وهدم مبادئ. الله يهدي البشر و بيس و تهلاو.